بدأنا نقول إن والله علشان نعرف نعمل الكلام ده فإحنا محتاجين لو في أي مشكلة تظهر نبدأ نشوف البول سيستم علشان ما نعملش أوفر برودكشن. واتكلمنا على البول سيستم وعلى البوش سيستم، واتكلمنا على إن إحنا نعمل ليفل أوت للورك لود الأول يتجنكر، ولما بيكون في كواليتي بروبلم جيدوكا يعني نبدأ نوقف ونشوف الحل بتاعها إيه. هنعمل ستاندرايزيشن للبروسيس، هنستخدم الفيجوال كنترول، وما نستخدمش غير الريلايبل والتست التكنولوجي. البرنسبلز دي هي دي اللي تخلينا نقدر نحقق تاني سلمه في الهرم، وان البروسيس تكون مظبوطه ونقدر نعمل اليمينيشن للويست. تالت حاجه هتكون بتتعلق بالناس، بالبيبل والبارتنر. عشان نعملهم في ثلاثه برنسبل من ال 14، هم دول اللي نقدر نطبقهم، ان احنا اجرو ليدرز، بس ليدرز اللي بتصدق في الفلسفي اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها تحت كبيز. نريسبكت ونديفلوب الناس اللي معانا، وكنا يعني هيعمل تشالنج، وفي نفس الوقت انت بتساعد السبلايرز، بتساعد الناس اللي اوريدي مش انفولفد او لسه ما دخلتش في الموضوع، واتفقنا ان هي مش حرب وان مفيش مشاكل جدا ان يكون في زي تيم فالنتير بيتنقل من مكان لمكان ويساعد اللي حواليه لغايه لما كل الناس تكون واصله ان ليها انبوت في المشروع وانبوت محترم. يعني الكلام ده الثلاث سلمات اللي تحت دول علشان نوصل للتوب، هو ان احنا نوصل لحل المشاكل ونعمل continuous improvement، وان الorganization عندنا تكون learning organization، لان العلم بيتطور والحاجة اللي هي جديدة النهاردة وبكرة هتبقى قديمة، فلازم التطور ده يكون مستمر. ده معناه ان احنا محتاجين ناخد القرارات بهدوء وتنفيذ سريع، ومش بهدوء ان احنا نأخر الشغل، لا، هو ان بدراسة بس. وانس ان توصلنا لقرار وقرار مظبوط يبقى تنفيذه يكون سريع. واتكلمنا على مبدأ جوان سي، وان بلاش نعتمد على ان ما نكونش دارسين المشكلة كاملة بالريبورتنج بالاكشن بتاعها. ده كده بريف سريع للبرنسبلز بتاعت المرة اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها. هنبدأ بقى ندخل في الساشن بتاعت النهاردة، هنتكلم على اول كيس ستادي. كيس ستادي دي كانت بيم بس، يعني ما مش هندخل في أي تفاصيل ليها علاقة باللين. اللينك بتاعها أهو، يعني هو دي كيس بتاعت سيدني أوبرا هاوس، وده اللينك بتاعها. اللينك ده فيه تفاصيل كاملة جدا، هو بي دي اف حلو جدا لأن هو شارح السيكونس تم إزاي. يعني سيدني أوبرا هاوس لما جم يعملوها هم بدأوا في 2004، وبعدين كان الكلام انها تكون تراديشنال. طب المشروع كومبلكس، طب في عندنا تفاصيل كتير، لغايه لما استقروا في 2007، يعني كان ده قعد 3 سنين، ان هم خلاص لا احنا هنشتغل بيم، واحنا محتاجينه ومحتاجين نشتغل بيم وريفت، يعني اختاروا حتى السوفت وير. وبعدين طب احنا دلوقتي عايزين نعمل اناليسز ونشوف هل احنا فعلا هنقدر نستخدمه ولا لا. فبدات الناس تقول طيب علشان نعرف نحدد مدى إمكانية الموضوع، فإحنا محتاجين نعمل أناليسز ونشوف إيه الدرايفرز اللي تخلينا نطبق البيم. لو إن أول حاجة إن هما محتاجين single source of information في المشاريع الكومبلكس بالذات، لما يكون الانفورميشن من كذا مصدر وكذا مصدر ممكن بنسبة كبيرة، وده اللي بيحصل، بيبدأ يتم حاجة من اتنين، يا إما بنلاقي data loss، الداتا بتروح وبتضيع، يا اما داتا دوبليكيشن، ان الانفورميشن الواحده ممكن تكون موجوده اكتر من مره. المشكله الاكبر ان الانفورميشن ممكن يكون دوبليكيتد وفي نفس الوقت مش نفس الريزلت، فتلاقي نفسك دخلت في سيركل تاني خالص، انك محتاج تعمل داتا فاليديشن وفيريفيكيشن. عايز تعرف عندك معلومه بس المعلومه دي موجوده في اكتر من مكان، وكل مكان بيدي نتيجة معينة، فأنت بقيت مضطر إنك تراجع information كاملة عشان تعرف which one of these information هي المظبوطة. لكن لو إحنا عندنا الناس كلها بتشتغل على source of information واحد، هنلاقي نفسنا وفرنا الكلام ده كله. الدرايفر التاني اللي كان مخليهم متحمسين لحاجة زي كده هي الكومبلكسيتي بتاعت الأسد، هو المبنى بالصورة الموجودة دي. فهو مبنى كومبلكس فيه تفاصيل كتير،
مش سهل ان يتنفس بالطريقه التراديشنال. الدرايفر التالت كان السيفتي، هي طبعا في كل مكان بس هي بالذات بره السيفتي من الحاجات المهمه جدا، وفعلا بيطبقوا جمله سيفتي فيرست. مش اوبشن ان حد يكون مش لابس مش ملتزم بالسيفتي انستراكشنز ان جنرال في السايت. فالناس كانت مهتمه جدا ان هي تحافظ على موضوع السيفتي ده. في نفس الوقت الدرايفر كان فيه السستينابيليتي، مش بس يعني السستينابيليتي على فكره هو مصطلح ممكن يكون مقصود بيه الحاجتين، لو ممكن تكون بتتكلم بيه من الجرين بيلدينج بيرسبكتيف، فانت بتتكلم انك عايز تعمل الانرجي سيفنج والباكج الجرين بيلدينج عموما على بعضها، وفي نفس الوقت في مفهوم تاني للسستينابيليتي. هل سيدني كل يوم هتبني اوبرا هاوس؟ اكيد لا، يعني هو الموضوع مش معمول كده خالص. لا، هو انت المبنى ده عايزه يعيش لسنين قدام، مش بس يعيش كمبنى خرسانات والهيكل الموجود، لا هو انا محتاج اني احافظ على المبنى ده بكواليتي معينه، علشان نفس المبنى ده خلاص هو بقى لاند مارك. وده اللي وداهم للدرايفر اللي بعدها، الهيريتج ليستنج. هو مش مبنى عادي، ما هوش، مش بقلل من قيمه المباني التانية، بس ما هوش مثلا تاور ريزيدنشال، فاحنا محافظين عليه وكل حاجه، ولكن مش بنفس الباور اللي احنا نحافظ بيه على حاجه لما تكون لاند مارك في البلد. درايفر تاني كان ان هو هيكون عنده art performance، والart performance ده ليه requirements. ما ينفعش ان يكون performance شغال ويبقى عنده مشاكل في الساوند. ما ينفعش يبقى المبنى اتبنى والثياتر بقى موجود وبعدين نكتشف فجأة ان والله ده الناس اللي هتبقى قاعدة في المكان ده مش هتشوف. ده مش option ان يحصل في حاجة زي دي. ما فيش مجال لحاجة زي دي. لازم الحاجات دي تكون كلها مدروسة. وعلشان الحاجات دي كلها تكون مدروسة لازم الناس كلها تكون involved. يعني ما ينفعش المعماري ما يكونش coordinated مع الناس بتاعت الأكاستيك والناس الإلكتريكال والناس الميكانيكال، لأن في الآخر البرفورمانس ده كأرت برفورمانس عشان يطلع مظبوط هو عنده شوية كريتيريا، مش بس بقى كبرفورمانس، مش الشخص اللي بيقدم العرض هو عليه الموضوع بس، لا هو المكان نفسه، الكواليتي بتاعت المكان نفسه، ومدى استعداد المكان للنوع ده من البرفورمانس. فده طبعا محتاج دراسة للناس كلها مع بعض. بعد ما حطوا الدرايفرز، طيب مش خلاص احنا كده عرفنا ان احنا والله فعلا محتاجين البم وخلاص اوكي عايزينه. طيب ايه التشالنجز اللي بتواجهنا؟ السوفت وير. الكلام ده اخد من 2004 ل 2007، فالتكنولوجي ما كانتش بنفس الابديت اللي موجودة عليه دلوقتي، فالسوفت وير ما كانش بنفس القوة دي. لو ان عندهم مشاكل في الفند، مشاكل الفند ما كان ملهاش علاقة قوي بموضوع البم، على قد ما كان فيه مشاكل فند في المشروع ككل. وزيادة عليها طبعا انك عشان تعمل ابجريد في فند في initial cost. طيب الافيلابل داتا، بدأوا يشوفوا الداتا اللي موجودة عندهم ايه. طيب مش كل الانفورميشن مجهزه، فاحنا هنبدا ندور على اجابات. الفايندنج رايت انسر ده كان من ضمن التشالنجز، ودي حاجه لغايه دلوقتي احنا بنواجهها. يا ريت يا ريت يا ريت اللي يكون بيدور على معلومه ياخدها من مكان مظبوط وبريفرنس، لان مثلا خلينا نتكلم ان من فتره، ممكن تكون فتره طويله والحمد لله الموضوع ده بقى اتعمل له اوفر كام دلوقتي. كان قبل كده كل ما تقول لحد بتشتغل بيم يقول لك بشتغل ريفت. يا سيدي انا ما بتكلمش عن السوفت وير، بنتكلم على البيم كمنظومه كامله. كان من فتره طويله كان معروف ان البيم يعني ريفت يعني سوفت وير. الحمد لله ان الاجابه دي اتغيرت دلوقتي، وناس كتير بقى عندها وعي وبقت عارفه ان التول ملوش علاقه بالسيستم ككل، هي التول جزء من السيستم. بس دي كانت اجابه غلط، والناس كانت المشكله ان كانت بتقولها بكل ثقه. فيا ريت لو حد بيدور على معلومه ياخدها من مصدر ثقه، ودايما المعلومه محتاج يكون ليها ريفرنس. بلاش الكلام اللي ملوش ريفرنس، او ان اي حد عايز يقول اي معلومه يبدا يقولها. موضوع ريفرنسنج ده مهم جدا. فهم كان عندهم المشكله دي، ان عايز يكمل باقي الانفورميشن بس بانفورميشن مظبوطه. فالفلتريشن ده كان مهم.
من التشالنجز التانية كان الريزيستنس تو تشينج. انت طبيعي ده موجود عند الناس كلها، انا ليه اغير ما دام انا اوريدي عارف وضامن اللي انا بشتغل بيه، حتى لو عارف ان عندي مشاكل وعارف ان انا بواجه صعوبات كتير، ولكن انا حاسس ان انا في الكومفورت زون، فانا مش عايز اطلع براها. ده كان من التشالنجز. اليونيكنس اوف ذا بيلدينج طبعا، هو سيدني اوبرا هاوس واحد، هو مش هيعمل 100 اوبرا هاوس. ف تشالنج وريسك ان يكون بيطبق حاجه زي دي وهو عنده شورتج اوف انفورميشن وعنده مشاكل كتير، وفي نفس الوقت هو محتاج يطلع حاجه يونيك، مش ان خطا ممكن يتعمل له اوفر كام المره الجايه. الجيوغرافيك ايزوليشن، سيدني اصلا معزوله، يعني ما هياش المكان السهل الوصول ليه قوي، وفي نفس الوقت المكان نفسه، دراسة الأرض نفسها، المكان نفسه كان بالنسبة لهم هو تشالنج. البابليك أسيت ريكوايرمنتس، كان عندهم مجموعة ريكوايرمنتس يعني لازم يكونوا بيحققوها. طبعا ده نتيجة إن هو بابليك بيلدينج ونتيجة طبيعته، فده كمان كان من التشالنجز اللي موجودة عندهم. فالتشالنجز كانت كتير، ما كانتش حاجة أو اتنين تبقى سهلة. لما لقوا ان التشالنجز بالمنظر ده استقروا ان هم طيب احنا دلوقتي عندنا درايفرز وعندنا تشالنجز، ولكن عايزين ندور على الفاكتورز اللي هتخلينا ننجح. خلاص هي الناس دي قررت انها تنجح، قررت ان هي تعمل المشروع بالصوره الصح. لقوا ان اول سكسس فاكتور هيكون الانسبيريشن والكوربريت كالتشر، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في اول سيشن خالص لما كنا بنتكلم على ان البم من البرنسبلز الاساسيه بتاعته هي السوشيال افكت، الكالتشر عموما، ان الناس تبقى فعلا انسبايرد وعندها اندرستاندينج بقد ايه الموضوع مهم وقد ايه هو مفيد. تاني سكسس فاكتور كان الاكسترنال كولابوريشن، وده عنصر اساسي من احنا ليه بنستخدم البم. احنا محتاجين كولابوريشن مع كل الناس، الكلاينت انفولفمنت، ودي من الحاجات المهمه جدا ودايما بتواجه مشاكل لما بتكون شغال بطريقه تراديشنال، وده مش عيب في الكلاينت، ولكن هو الكلاينت مش على درايه باللي انت بتعمله، فبلاش تفترض ان الكلاينت اللي قدامك هو عنده نفس الانفورميشن اللي عندك. ما ينفعش، ولو الكلاينت ده كان عنده كل الانفورميشن دي هو ما كانش يحتاج لك. إذا كان ما بين الديسيبلين والتاني الناس بتبقى في شورتج اوف انفورميشن، في انفورميشن مش عندي. لو حد مهندس ستراكشر مثلا شغال ستراكشر هو التوب نمبر 1 في الستراكشر، بس لما يجي هيتكلم في الاركتكتشر لازم يرجع لحد توب في الاركتكتشر، مش لازم هو اللي يحط الكلام او يكون هو مسؤول عن كل حاجه. نفس الكلام، هو الكلاينت عنده كلاينت ريكويرمنتس، لما نقول ان احنا هننفذها له هناخد في اعتبارنا الفاليو ثيوري، ان الريكويرمنتس بتاعته نحققها له، بس نحققها له وهو فاهم، مش ان هنفترض ان هو فاهم. في فرق كبير ما بين الاثنين. السكسس فاكتور الرابع المانجمنت فيجن، الناس كانت مقتنعه بالموضوع جدا والناس اخذت القرار بعد دراسه، مش العالم كله بيعمل شيفتنج فاحنا هنعمل شيفتنج، لا الموضوع ما جاش كده، الموضوع جه بدراسه وان الناس استقرت على ان دي الفيجن اللي احنا عايزينها. لما اخذوا قرار البيم ترانسفورميشن بداوا يحطوا ستيبس علشان يعملوا الترانسفورميشن ده بصوره مظبوطه، كل دي محاولات علشان يقللوا الريسك وعلشان الموضوع ما يعمل لهمش مشكله، وان ويبقى في فعلا سكسس ستوري، ما يبقاش ان الناس عملت شيفتنج والنتيجه طلعت غلط. اول ستيب عملوها كانت الداتا كولكشن بفورمات كومباتبل مع كل السيستمز، يعني ما ينفعش ان ما فرضوش على الناس حاجه معينه، وده طبعا نتيجه ان كان في بارتيز كتيره جدا انفولفد، وده اللي هو حله احنا بنستخدم دلوقتي، ان احنا بنقول والله احنا عندنا الاي اف سي ده بيربط البرامج ببعضها او بيربط سيستمز ببعضها فما فيش مشكله. حل تاني بقى موجود او مش موجود، هو حل جميل جدا، هو ان الناس في الاول خالص في الاكسكيوشن بلان بتتفق على
السوفت وير اللي هيستخدم والفيرجنز اللي هتستخدم والطريقه اللي هيكون فيها انتربرابيلتي ما بين السيستمز وبعضها. الناس دي عملت نفس الكلام، بدات تعمل داتا كولكشن وتشوف الفورماتس اللي هتستخدمها. طيب بداوا يشوفوا دلوقتي احنا عايزين ناخد الكونستراكشن بروجكتس الحاجات الانفورميشن اللي بروفايدد دي ونقدر نظبطها على النيو سيستم. فده معناه ان هما كانوا بيعملوا داتا فاليديشن وفيريفيكيشن وكونفيرميشن، هو عايز يتاكد ان الداتا بتاعته كلها قادر يحطها على النيو سيستم، بلس ان هو عايز يتاكد ان السوفت وير باكجز اللي عنده دي في كومباتيبلتي ما بينهم وما بين بعض. هو كده ضمن اول جزء الانفورميشن بتاعته. بعدها بدا يقول احنا لازم نعمل كالتشرال تشينج بلان، يعني لازم يخلي الناس اللي شغاله في الموضوع فاهمه الموضوع، بيغير المينتاليتي بتاعتهم. لو رجعنا شويه للبرنسبلز اللي اتكلمنا عليها في السيشن الاولانيه، احنا قلنا ايه؟ ان البرنسبلز بتاعت البام مينلي معتمده على بيبل تكنولوجي والسوشيال. السوشيال ده هو الكالتشر بلان، والبيبل هم الناس اللي هيتعمل لها سوشياليزيشن دي اللي هتكون بتغير الكالتشر بلان، وفي نفس الوقت هو اليوزر. التكنولوجي دايما ما هياش مشكله، حتى لو فيها شورتج شويه دايما التكنولوجي فيها ابجريد سريع جدا، احنا اللي مش ملاحقينه يعني. طيب وبعدين بداوا يقولوا طب احنا دلوقتي عايزين نفهم السيرفيس مانجمنت ده هيتاثر ازاي، وازاي نحسنه، وازاي هنقدم النيو سيستم. يعني مش بس بيشوفوا في المرحله اللي هم فيها، لا هم بداوا يبصوا على البيم بروسيس از ان اوفر اول، مش بس ان هيعمل 3 دي موديل ويعمل له كوردينيشن، ولا حتى ككونستراكشن هيبص على ال 4 دي وال 5 دي، لا هو عايز كمان يشوف المانجمنت الفاسيلتي مانجمنت بتاعته دي هتتاثر ازاي، ازاي هتكون موجوده على النيو سيستم، ايه الافشنسي بتاعتها هتزيد قد ايه. يعني workshops علشان يبدأ يعرف الانفورميشن بتاعته، بدأ يعمل training على الستاندردز بتاعته، وبدأ يعمل زي environment لكل الناس اللي شغالة علشان تبدأ تتعرف على السيستم الجديد. ده من اللينك اللي هو اللي كان محطوط هنا في الأول. من اللينك ده يعني لو حد دخل على اللينك ده هيلاقي الشارتس دي، الشارت دي ده اكزامبل هما بدأوا يعملوا اناليسز ازاي البيم اثر على الفاسيلتي مانجمنت للموضوع. فلقوا ان هو قسموها جزئين، سيدني اوبرا هاوس الموديلنج والسولوشن. السولوشن ده خارج من البيم، فلقى ان هو عنده مثلا الموديلنج بيعمل ابديت للموديل، وبعدين هو المودلز كلها مربوطه على الريفت، وبيطلع من الريفت وبيدي للريفت يعني تو واي انتراكشن ما بين الداتابيز والاسيت داتابيز. فبدا دلوقتي هو طبعا الكومبلكسيتي اوف انفورميشن كانت قويه جدا. طيب السوليوشن اللي البام قدر يقدمه له عمل ايه؟ بدا يعمل له لينك ما بين الاكزيستنج اسيت مانجمنت، وفي نفس الوقت بيحط له نيو انفورميشن. بدأ يعمل له لينك على التكنيكال دوكيمنت، يعني مش بس انفورميشن هندخلها مانوال، لا ده انا كمان بربط لك بالدوكيمنتس بتاعتك عشان يبقى عندك فول انفورميشن. ودي بدأ يقول له لا ده انا هحط لك كمان الليجاسي دوكيمنت بتاعه المانجمنت سيستم. بدأ يحطه على الاكتيف دايركتوري، بدأ يقول لا انت بعد كده مثلا كبرميشنز عشان المينتيننس فانت هتبقى محتاج مينتيننج برميشنز. في نفس الوقت كفاسيليتي مانجمنت هتقدر تعمل موديل فيوينج، وفي نفس الوقت انت هتقدر تزود موديولز، وفي نفس الوقت انت هتقدر تقول والله الايشو ده خلاص سولفد، ده هاندلد، ده لسه. فبتعمل فلتريشنز للحاجات اوتوماتيك مش بالصوره القديمه او بالصوره المانيوال. في طبعا سوفت ويرز كتير بتستخدم عشان فاسيليتي مانجمنت، هي الفاسيليتي مانجمنت ما كانتش زيرو قبل البيم، بس كانت اكبر مشكله موجوده هو ازاي بيتنقل الكونستراكشن كومنتس الحاجات اللي تمت ديورنج الكونستراكشن للناس بتاعه الفاسيليتي مانجمنت عشان تبدا تعمل السيستم.
الموضوع ده كان بيبقى مشكلة كبيرة جدا، وشركات كتيرة جدا من الفاسيليتي مانجمنت كان تضطر تقعد لفترات طويلة جدا لمجرد ان الداتا مش موجودة. لكن لما تبقى مستخدم خلاص هي الانفورميشن موجوده somehow بقت arranged وليها صوره بتخرج بيها، بس ليها حل. زي مثلا ما بنتكلم على الكوبي، فخلاص احنا في حل موجود. ده طبعا في الطريقه التراديشنال مش موجود بالصوره دي. الناس خلصت المشروع فبدات تقول احنا المفروض ان احنا دلوقتي نقيس كل اوبجكتيف كنا حاطينه في بدايه المشروع ونشوف احنا قدرنا نوصل بنسبة قد ايه من الأوبجكتيف ده. فبدأوا يقيسوا دلوقتي احنا عايزين نعمل انتجريشن في المودلز بالسيستمز من بعضها في 3D موديل، لقوا ان هم وصلوا لنسبة 30%. طيب عايزين comprehensive information لكل component في المودل، وصلوا ل 60%. طيب الكولابريشن ما بين الاوبن داتا اكسشينج، لو ان هي وصلت ل 20%، الاكسشينج ستاندردز 20%. طيب عشان الديفلوب لسيدني اوبرا هاوس استراتيجي للبيم 80%، ودي طبعا نسبه هائله جدا. انكريز الانفورميشن اكسشينج والريوزابيلتي والكومباتيبيلتي 95%. ازاي قدروا يعملوا فيدريشن ويونيفايد سورس 85. طب البيزنس والتكنولوجي دومين الاينمنت، بدأ نشوف البيزنس فاليو بتاعتهم بقت قد ايه، لان هم 90%. الداتا مانجمنت 90%. الداتا رولز 90%. ريفرنس للفريم ورك والاكسشينج اللي بيحصل ما بين كل ديسيبلين وبعضه او شركه وبعضها 90%. الفاسيليتي مانجمنت حصل لها امبروفمنت 95%. كونسيستنسي اوف داتا 95%، وده من اهم الحاجات. الريبريزنتيشن 90%. الداتا سورس والاوبن مع الابلكيشنز الثانيه كانت 30%، ودي نسبه كومباتبل جدا مع ان هو كافيشنسي في 3 موديل اللي هي دي الانفورميشن بتاعت الموديل انتجريشن 30%. فده نسبه طبيعيه جدا انها تكون موجوده. الداتا مايننج والانتجريتد كويريز كانت 30%. لينكينج الداتا مع بعض 30%، والبوتنشال سوليوشنز يعني كانت 20%. رايي انا ان الناس دي نجحت جدا 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 في ان هي تحط سيستم ستيبل، وظاهر جدا مشكله التكنولوجي. وبنسبه كبيره الكلام ده علشان ما كانش فيه الامبروفمنت اللي حصل في التكنولوجي في الفتره الاخيره، غالبا ده ليه اثر كبير جدا. الديفلوبمنت اللي حصل في ان الناس بتعمل information exchange ده كان في اخر فترة، ده ما كانش موجود في الفترة بتاعتهم دي. وفي نفس الوقت التريننج كورسز اللي حصلت والديفلوبمنت اللي حصل للسوفتوير كسوفتوير ما كانش موجود وقتها. بس النجاح اللي حصل في الكنترول وفي الفاسيليتي مانجمنت وفي الانفورميشن ده نجاح كويس جدا جدا، حتى كي بي اي او يعني كأوبجكتيف ميجرينج النتائج كلها اللي ليها علاقه بالديتا هايله جدا، سبيشالي الكونسيستنسي اوف ديتا، ودي كانت اكتر حاجه بتضيع وقت. دي كانت الكيس الاولانيه، الناس دي كانت استخدمت بيم بس، هي ما لهاش علاقه باللين، ما لهاش علاقه باي بي دي، ما لهاش علاقه باي حاجه خالص. الناس قررت تطبق البيم. طيب في كيس ستادي تانية، دي تاني كيس ستادي معانا النهاردة، هنكون بنتكلم على اللين والاي بي دي. الناس دي ملهاش علاقة بالبيم، يعني زي ما الاولانيين ما كانش ليهم علاقة باللين والاي بي دي، الناس دي ملهاش علاقة بالبيم خالص. الناس دي كان معاهم مشروع 130,000 ادم سكوير فيت يعني، وكان تكلفة المشروع ده 45.5 مليون. هو اصلا المشروع ده كان بيبقى كانوا اكسبانشن، يعني كانوا 40 سرير وعايزين يزودوا 60 سرير يوصلوا ل 60. بس في نفس الوقت هي الناس عارفه ان ممكن يحصل فيوتشر اكسبانشن مره تانية، وفي نفس الوقت كانوا عايزين يخلوا كل حاجه مجهزه للاكسبانشن، ما يجوش كل مره يبداوا يصرفوا فلوس كتيره جدا. فكان من ضمن الحاجات الأساسية عندهم هو إن إزاي يضمن
الكونتينوس امبروفمنت. اول ما توصلوا لكلمه كونتينوس امبروفمنت دي كبروجكت ايم او بروجكت جول، الناس قررت ان هي تطبق اللين والاي بي دي، وان هو مش اوبشن ان ما يعملهمش. هما طبقوا الكلام ده كان في 2004، البيم ما كانش بيستخدم اصلا، يعني ايفن لو موجود ما هما ما استخدموهوش. فهما الكوردينيشن كله اتعمل على 2D اوتوكاد، الدراسات بتاعتهم كلها كانت على 2D اوتوكاد. الناس دي طبقت اللين والاي بي دي كسيستم مانجمنت بس، بمعنى مبدئيا الناس دي عملت عقد واحد كل الانفولفد بارتيز كانت موجوده فيه، عملوا ان التيم بقى انتجريتد مع بعضه، مفيش شخص بياخد ديسيجن في المشروع غير لما بيكون الناس كلها على نفس الليفل. ما ينفعش ان انا كشخص كده من نفسي اطلع واخد قرار، لا الموضوع ده مش متطبق. ال 14 برنسبل بتوع لين مسكوهم طبقوهم، بدأوا يطبقوا الورك فلو يمشوا ازاي، البرودكشن هيمشي ازاي، الماتيريال هتتعمل ازاي. فبدأوا ياخدوا كل الكلام اللي اتكلمنا عليه كبرنسبلز ويحطوه هنا. طبعا ميوتشوال ريسبكت كان من الحاجات الاساسيه، سنجل كونتراكت الناس كلها كانت شغاله بعد واحد، والمانجمنت للانفورميشن. طيب نتيجه ده ايه اللي حصل؟ البروجكت اتسلم 6 أسابيع بدري عن ميعاده. هو احنا في مجالنا ده لما حد بيسلم في الميعاد ده بيبقى هايل، لكن انك تسلم بدري دي كانت من الحاجات الهايله جدا. وفي نفس الوقت ده كان اول مشروع يتطبق فيه الحاجات دي بالمنظر ده او بالسكيل ده. وكانت الميزه ان فيه ان هو طبيعه المشروع نفسه كهيلث كير كانت ماتشنج جدا مع الانتجريشن ومع الكونتينوس ديفلوبمنت. وصلوا في الاخر ان هم عملوا سيفنج من البادجت بتاعه المشروع $400,000. فطبعا دايما المشاريع بتيجي في الاخر تبقى عمال تضغط البادجت عشان ما تبقاش خسران، لا الناس دي قدرت كمان توفر. واللي كان اغرب بقى من التوفير ومن الوقت البدري والكلام ده كله، ان المشروع طلع فيه 63 RFI بس، اللي هو لو اي مشروع احنا بنشتغله ممكن 63 RFI دي يطلعوا على شبرا ويرهاوس. فالناس دي عملت مشروع بالسكيل ده وبالكوست دي، وفي الاخر ما كانش عنده غير 63 RFI. فده اثبت ان طريقه المانجمنت ليها افكت. وهم الناس اللي اشتغلت على المشروع جت في الاخر قالت ان لو كان المشروع ده اتطبق فيه البم مع باقي السيستم مع اللين ومع الاي بي دي كانوا هيقدروا يوصلوا لنتائج اكتر من كده بكتير. بس طبعا نتيجه ان هم ما عملوش الدراسه دي او ما دخلوش في الموضوع ده فما قدروش يحطوا expected results لو كانوا طبقوا الكلام ده. طيب ده بقى كيس ثالثة استخدمنا فيها بيم مع لين. هو كان مشروع كبير 5550,000 سكوير فيت، هو هيلث كير 286 سرير، فالمشروع كبير جداً. ولكن المشروع كان هيتعمل على 2 phases. phase 1 عملوها traditional والناس داست فيها وتمام، بدأ تظهر مشاكل كتير جدا من phase 1. ونتيجة اللي حصل في phase 1 الناس لقت ان احنا محتاجين نشوف طريقة مختلفة لphase 2، especially ان البادجت بتاعت phase 2 كانت مضغوطة اكتر، وزيادة على كده إن الديوريشن بتاعة فيس 2 كانت مضغوطة أكتر. يعني حتى الكونديشنز اللي اتعمل ككمباريزن ما بين فيس 1 وفيس 2 ما كانتش واحدة، فكان لازم يتاخد القرار إن هما هيطبقوا بيم ولين. ما كانش هينفع إن يطبق حاجة لوحدها، وما كانش هينفع يمشي بالطريقة التراديشنال. بدأ يطلع بقى الكمباريزن، وده ميزة الكيس ستادي دي كويسه جدا في كده، لان جزء من المشروع اتعمل تراديشنال والجزء الثاني اتعمل فيه بامولين، فالكمباريزن بقت سهله جدا. لقوا ان هم ككوست بداوا بيعملوا اوفر اول سيفنج
2.6% في كل متر سكوير. طيب التايم بدأوا ان هم يلاقوا ان السيفنج 0.9 اور لكل متر سكوير، وكانوا هيخلصوا بدري عن ميعادهم لولا ان حصل تأخير في ماتيريال. وطبعا تأخير في ماتيريال ده معناه الناس حاولت على قد ما تقدر تستخدم اللين برينسيبل عشان تعمل تأليمينات الويست بتاع موضوع الماتيريال، ولكن طبعا في ظروف بتحصل. فيعني هما كمان كان هيخلصوا بدري عن كده، كان في سيفنج اكتر من كده، كان في اوبشن احسن من كده. الهيلث اند سيفتي لما جم يشوفوا السيفتي تقريبا الدبل، حصل امبروفمنت الدبل، ولقوا ان الانجريز قلت، بداوا يعملوا زي بيرفورمانس كومباريزن. الفوركاستد كان اللي هو اللي بالاخضر، وبعد ما طبقوا اللين اللي بالاحمر ده، وقبل اللين كان اللي بالازرق، فالفرق بقى كبير جدا، الجهاب كبيره جدا. فطبعا ده بقى لمصلحه المشروع، وناس قدرت قد ايه قيمه الموضوع. منه بداوا يقولوا احنا عايزين نشوف البنفيتس بتاعه البيم واللين مينلي عملت لنا ايه. لقوا ان الكوردينيشن لو قارنوا ما بين ان كان هيتعمل مانوال او يعني كاد على 2D وقارنوه ما بين الكوردينيشن الاوتوماتيك اللي حصل، لقوا ان ده كده كان فراكشن اوف تايم، ما يتقارنوش ببعض. وده امر طبيعي جدا، اللي هو لما تتحط على بعض وتتسقط وحاجه هنا غلط وحاجه هنا غلط، الكلام ده طبعا وقت كبير جدا. لكنه لما هيكون متطبق بالبم ومتطبق بورك فلو مظبوط ومتطبق بسلكشن لتيم مظبوط، الموضوع طبعا هيبقى وقت ملوش علاقه ببعض. طيب سايكل الكونستراكشن نفسها، الوقت اللي متاخد في السايت، مش بس كديزاين او مش بس كانفورميشن، لا كسايت ككونستراكشن قل، لان السايكل قلت بقى عندنا كونفليكتس اقل، بقى عندنا سكادجولز عامله كنترول اكتر. حتى الناس اللي شغاله على الموضوع الفيجوال كنترول فارق جدا. طيب الفيرتشوال بروتوتايبنج والسيميوليشن، الناس بقت دايما قادره تعمل دبل تشيك على الموديل، بتعمل الداتا فاليديشن وفيريفيكيشن على الديزاين، مش بنجرب في السايت وبعدين نكتشف المشكله وبعدين نبدا ندور على حل. وده اللي قلناه الكوست اوف تشينج، الكوركشن تايم، طبعا الكلام ده ما يتقارنش لما نكون شغالين تراديشنال، وما بين ان يتعمل ميرج للبم واللين مع بعض. فانت بتاخد البرنسبل نفس اللي كنا بنقوله المره اللي فاتت، كل برنسبل ويبدا يتحط في مكانه مظبوط. فيجوال كنترول مثلا من اللين، طيب فيجوال كنترول ده هيسمى عندنا كبم ازاي؟ عندي 3 دي موديل، الكوردينيشن بعمله 3D، الجداول بتاعت الجداول الزمنية عندي قادرة أربطها بال4D planning، عندي أوبيا روم، فلما بيحصل عندي أي مشكلة ببدأ أعمل الـ A3 chart وأحطها في الأوضة، وأبدأ أمشي بسيستم الـ PDCA اللي هو Plan Do Check and Act. فلو أنا عندي مشكلة وأحطها on the surface بروح أشوفها وأبدأ أعمل زي slow decision، اني اتخذ القرار بعد دراسه من كل الانفولفد بارتيز، وفاست اكشن، وبعمل ستاندرايزيشن للبروسيس عشان لو حصلت المشكله مره تانية يبقى عندي ستاندرد. هو ده الانتجريشن اللي ما بين البام واللين. طيب دي كده الثلاثه كيس ستادي، الثلاثه اثبت كل واحد اثبت النجاح من برسبكتيف الحاجه اللي طبقها. طيب الكلام ده في الماركت تأثيره ايه، او الناس في الماركت الابديت بتاعها وصلت لايه. دي ده ماركت اناليسس، ده كان سيرفي وجت اجابة من 116 شخص هم اوريدي موجودين في الماركت. اول واحد اللي هو ده كان السؤال ان انت فاميليار باللين قد ايه، هنلاقي ان لو احنا اخدنا من اول 60% يعني من 10 ل 30% دول كانوا 33، ومن ال 31 لل 60 21، فهو تقريبا كان 50% من الناس اللي جاوبت كانت الفاميليارتي بتاعتها باللين تقريبا 60%.
يعني تقريبا مقسومين بالنص. فلو هنقول indication لحاجة زي كده، ده معناه إن الناس لسه محتاجة التوعية، ومحتاجة تفهم إيه ميزة اللين، وليه أنا محتاج استخدمه، طب إيه البرنسبلز بتاعته، هعمل ريفلكشن إزاي للكلام ده على الديزاين وكونستراكشن، وهل هو ممكن يكون ينفع يتطبق في كله ولا حاجات وحاجات. ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه المرة اللي فاتت. طيب ثانية واحدة، تاني سؤال اللي هو الـ nature of projects اللي تنفع تتماشى مع اللين. أكبر نسبة كانت موجودة no idea، اللي هو كانت تقريبا 39%، والكلام ده منطقي جدا، يعني الأرقام matching مع بعضها. هو لو أنا مش فاهم السيستم أو مش عارفه لسه، مش على دراية بيه، فأنا مش هيبقى عندي معلومة هل اللين ينفع مع أي سكيل، ولا سكيل كبير ولا سكيل صغير. هنلاقي الناس اللي بتتكلم على ميجا بروجكتس نسبتها 23%، دول تقريبا نفس النسبة اللي ظهرت ما بين ان هو فاهم اللين من 60% لغاية الاكسبرت تقريبا، يعني نسبة قريبة. طيب نفس الكلام، يبقى احنا محتاجين يحصل توعية اكتر لميزة استخدامه في الكونستراكشن. لما هنيجي عند الريزنز بتاعت احنا ليه ما بنطبقش اللين، كانت نسبة 50% ان الكلاينت ما بيطلبوش، وده جماعة امر طبيعي جدا. هو الكلاينت مش هيجي يقول لك انا عايزك تعمل لي المشروع بتاعي باللين والبيم. ممكن دلوقتي الكلاينت بقى يطلب بيم، والحكومة بقت تفرض البيم، لكن لغاية دلوقتي في سيستمز مانجمنت تانية موجودة، هو مش هيفرض عليك، في حين انك انت اللي محتاج تطبقه، انت اللي محتاج توفر ليك ولين مشروع. وده من ضمن الحاجات اللي بقت محتاجة، ان خلاص اوكي، ما دام الشركات اكتر حاجة بتأثر فيها هو ان الكلاينت يحدد حاجة بذاتها، ما هو الكلاينت ممكن يطلب منك طلبات، الطلبات دي مش هتتحقق غير باللين، بس ما يعرفش كلمة لين، هو عارف طلبات. دوري انا كشركة اني اخد الطلبات دي واشوف الـ V curve اللي هو الفاليو، واشوف دلوقتي الطلبات بتاعه الراجل ده انا هحققها ازاي. اوتوماتيك هلاقي نفسي ان لما نكون بنتكلم في سيفنج كبير بالمنظر ده، فانا محتاجه اعمل مرج ما بين اللين والبم. الناس هنا اخر سؤال، ان ايه اللي يخليك تشتغل باللين؟ يعني كان الامبروفد بروجكت كواليتي، which is حاجه من الحاجات الاساسيه. الامبروفد كواليتي دي حصلت نتيجه ان انا قدرت اوفر وقت واوفر فلوس، واعمل ورك فلو سيكونس مختلف. الاسئله دي لما الناس جاوبتها كانت بتجاوب عليها من برسبكتيف المشروع، بس في برسبكتيف تاني مهم جدا، هو برسبكتيف الشركات كمانجمنت. يعني انا دلوقتي بمانج مشروع، وفي نفس الوقت التيم ليدر بيمانج تيم تحتيه، لو حد مثلا سينيور او برنسبل هو بيمانج التيم اللي تحتيه. فانا محتاجه البرنسبلز دي كسيستم مانجمنت، بلس محتاجه بنفيتس البيم للبروجكت. فيبقى اللين بيتطبق على مستويين، مستوى شركات ومستوى مشاريع. ده كان اخر سؤال في السيرفي، يعني الريليشن اللي انت شايفها ان هيكون ان الاكسبكتيشن للبيم واللين يوزج في العشر سنين الجايين. كميديم وهاي الاثنين على بعض، او مع الاكسترا اوردينري كمان، هنلاقي ان دي النسبه الغالبه، ودي في حد ذاتها ده معناه ان الناس فاهمه ان في تغيير هيحصل، لكن التغيير ده صورته ايه او هيتم ازاي، البنفيتس بتاعته ايه، لسه مش واضحة. نفس الكلام ده كان موجود قبل ما البم يبقى موجود بالصورة اللي موجود عليها دلوقتي. الناس كلها كانت بتتكلم عايزين نعمل شيفتينج، عايزين نشتغل بم. ممكن يكون مش عارف أسباب يعني ملموسة في إيده ليه عايز يطبقه، ولكن في ناس بيبقى عندها سنس البيزنس opportunities، هو قادر يحكم الماركت رايح على فين، وقادر يشوف هو إزاي ممكن يتغير أو يتطور. نفس الكلام ده للناس اللي جاوبت الكلام ده، هو شايف إن هيكون فيه usage للبم واللين مع بعض في العشر سنين الجايين،
ممكن يكون لسه مش عارف ازاي طريقتهم نتائجهم، لكن هو عارف ان في تغيير، وده في حد ذاته نقطة أساسية عشان يحصل الكالتشرال تشينج. ده كده احنا اتكلمنا على البيم واللين والاي بي دي، العلاقات اللي ما بينهم، الكيس ستاديز موجودة. طيب انا دلوقتي هتكلم على حاجتين، كشركة عايز اطبق البيم واللين عندي، بس في نفس الوقت من الحاجات المهمة جدا هو انا مش عايز اطبق كلام نظري، لان الشركة مش هتكسب، يعني الكلام النظري ده مش هو ده الفلوس اللي داخل الشركة. وعشان نكون صراحة جدا، البيزنس فاليو او البيزنس اوبورتونيتيز دي من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا مع اي صاحب مكان. هو في الاخر عنده التزامات مادية لازم يحققها، فما ينفعش ان احنا نقول له معلش بص انت هتقعد لك سنة مش هتكسب فلوس، مع ان هو الراجل شغال دلوقتي وبيكسب فلوس. لا، اوبشن زي ده مش هينفع يحصل. عشان كده الترانزيشن لازم يكون سموث. دي اللي هنتكلم عليها الاول، بعد كده هنروح على كيس ستادي المشروع. فاحنا هنتكلم الاول على الشركات. ستيب 1، شغل بس الانوتيشن. دي ستيب 1، انت دلوقتي كشركه لازم تكون محقق الفيجن بتاعتك ايه والفلسفه بتاعتك ايه. فستيب 1 دي هنروح لحاجتين، ان انا عايزه اعرف الفيجن ومنها احقق الفلسفه. طيب ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني انا دلوقتي، وبلاش الشعارات اللي للاسف شركات كتير بتحطها، ان هو الناس بتاعت الماركتنج باكج او الناس اللي تكون مثلا بتعمل له الويب سايت تبدا تقول له بص ايه رايك في الفيجن دي، طب ايه رايك في الكلام ده، وتلاقي شعارات كده اول ما تفتح ويب سايت الشركه، شعارات كبيره كده وتايتلز كبيره جدا ملهاش اي علاقه باللي الشركه بتعمله خالص. يبقى الراجل مش عارف يشوف شغله وبيطلع شغله كله غلط، بيقول لك يعني كواليتي فيرست، واحد الناس عماله تموت منه في الموقع حط لك سيفتي فيرست كده، انت بتضحك على نفسك. لكن انا شركه بعمل شيفتنج، احط الفيجن بتاعي مظبوط. يعني انا دلوقتي عايز مثلا شركه، انا بس التارجت بتاعي الكلاينت ساتسفاكشن، التارجت بتاعي اني احقق السستينابيليتي لكل بيلدينج بعمله، التارجت بتاعي اني اخلي ايزي انتجريشن. ده الكور بتاعي. في ناس شاطره في انها تاخد الكلام ده وترجمه بقى للسلوجنز وكماركتنج باكج يتعمل مظبوط، دي قصه تانية. ولكن انا شركه انترنال ابقى عارف الفيجن بتاعي ايه. طيب انا حطيت الفيجن بتاعتي، طيب الفلسفه بقى بتاعتي ايه؟ دي من الحاجات المهمه جدا. هو الموضوع مش ان انا حطيت فيجن وخلاص على كده، لا، انا عايزه اشوف الفلسفه دي ازاي، هاخد الفيجن دي واعمل لها ريفلكشن عندي. طيب حطيت الكلام ده كله، جميل جدا، هروح لستيب 2. ستيب 2 دي انا بعمل فيها حاجتين بارلل مع بعض. ما هو انا المفروض ان انا بطبق بيم ولين، وانا بتعامل بافتراض ان المكان ده ما اشتغلش بيم خالص وما عندوش ابجريد للهاردوير ولا اي حاجه. ستيب 2 هنعمل حاجتين بارلل مع بعض، بعمل اناليسز للشركه كبيبل كناس والكرنت سيتويشن، وبعمل ابجريد للهاردوير اللي مستخدم. ما هو انا مستحيل اقول للناس باجهزه بتشتغل 2D ده انا من بكره، بصوا بكره كل الناس هتشتغل وهتبقى شغاله رافت وهتشتغل نافيس وركس وتعمل كوردينيشن وفي كومبلكسيتي في لينكس جدا وهتشتغلوا بنفس الكمبيوترز اللي موجوده. ده مش هينفع، لانك انت كده هتعطل. فيبقى احنا هنمشي بارلل، يتعمل ابجريد للهاردوير ويتعمل اناليسز. اناليسز الناس ده بقى هيتقسم 4 كاتيجوري، 3 ان هاوس وواحد من بره. الثلاثه الان هاوس ده معناه ان انا مثلا كشركه عندي زي مثلا 50 موظف، ال 50 دول هبدا اقسمهم بكاتيجوريز. كاتيجوري اللي هو ده اللي هو البرودكشن تيم، اللي هو الشخص واعي وشاطر وكويس وكل حاجه، ولكن هو التالنت بتاعته
ان بيحب يقعد على الكمبيوتر وياخد تاسك ينفذها، لكن ما يحطش تاسك بغض النظر عن الاسباب، سنين خبرته، كفاءته، قدراته الشخصيه، ده ما يعجبهوش في حاجه. لان مبدا الشركه في الحالات دي هو اننا تيم. فتيم، انا لو عندي الستاف كله سينيورز وبرنسبلز، انا ما عملتش حاجه. كل واحد منهم هيقعد مش هينتج زي ما البرودكشن تيم بينتج. فهو في انتجريتي دايما ما بين التيمز كلها. طيب ده كده برودكشن تيم. هو برودكشن تيم في الكرنت ستيت، هو دلوقتي برودكشن. عندي تيم تاني انا عارفه ان هو الجروب ليدرز وفيوتشر جروب ليدرز، بمعنى ان عندهم انبوت بيقدروا يحطوه دايما في سيستم الشركه. الاثنين دول مع بعض دايما ما فيه انتراكشن، وانتراكشن قوي جدا ما بينهم. لان البرودكشن تيم ده شويه بشويه مبدئيا هو ليه انبوت مع الشركه بس ثرو الفيوتشر جروب ليدرز، وفي نفس الوقت البرودكشن تيم ده دايما بيتعمل له سوتبل تريننج، ودايما بيتعمل له سيشنز اويرنس سيشنز، ودايما بيتعمل له ديفلوبمنت علشان نقدر ناخد منهم الناس بعد كده اللي هتبقى فيوتشر جروب ليدرز. احنا اتفقنا ان احنا من ضمن الاساسيات بتاعه اللين ان احنا بتعمل لونج تيرم ريليشن شيب. فانا مش بجيب الموظف او ان حد بيتعين في الشركه عشان يقعد شهر اتنين تلاته ويمشي، لا، احنا مبدأنا ان احنا بنعمل لونج تيرم ريليشن شيب. اللونج تيرم ريليشن شيب عشان احافظ عليها لازم الشخص يكون مرتاح في المكان، فلازم اقدم له السوتبل تريننج اللي يخليه دايما بيحصل له ابجريد في المكان، ما يملش، ما يزهقش. وفي نفس الوقت انا في المقابل باخد شغل، وشغل على ليفل ماتشنج مع الفيجن والفلسفه بتاعه الشركه. ثالث كاتيجوري هو الاكسبشنال بيبل. الاكسبشنال بيبل دول في بدايه الشيفتنج بيبقى عليهم جزء كبير جدا، لان الناس دي هي اللي بتحط البيز يكون ماتشنج مع الفيجن والفلسفه. فهو يعني مش هيكون اوبشن ان الاكسبشنال بيبل دول ما يكونوش على نفس الفيجن والفلسفه بتاعه الموضوع. عشان كده اختيار الناس دي مهم جدا. طيب في شركات هتقول والله احنا ما كانش في خطتنا خالص البم، وما كانش في خطتنا خالص اللين، وما عندناش، ما فيش عندنا الحد اللي يقدر يعمل الامبلمنتيشن ده. اعمل نيو هايرز، عين تعيينات جديده، ولكن دايما لازم تحافظ على اللينك اللي ما بين النيو هايرز والاكسبشنال، ودايما محتاج تعمل ابجريد للناس. احنا قلنا ابجريد الهاردوير ده خلاص، لكن ابجريد الناس علشان دايما تكون قادر تحافظ على الريكوايرد ممبرز في كل كاتيجوري من دول. ما ينفعش ان البرودكشن تيم عندي يبقى ملوش وجود، ولا الفيوتشر جروب ليدرز، ولا الاكسبشنال بيبل، لان هم كلهم مع بعض. حتى النيو هايرز دول هم اوتوماتيك هيدخلوا على الاكسبشنال، ولكن هم في بدايتهم هم نيو هايرز لسه جايين جداد، بيدخلوا في كاتيجوري من دول. ممكن اكون عندي مشكله في البرودكشن تيم فاعمل نيو هايرز للبرودكشن تيم، مفيش مشكله، ولكن لازم الكلام ده كله بعد الاناليسز. فتبدا تشوف عندك انت في شورتج في انهي كاتيجوري، وتبدا تغذي الكاتيجوري ده باشخاص مع الفلسفي، وتبني لونج تيرم ريليشن شيب يعني مع الناس دي. وبعد كده الناس دي دايما هتكون في كونتينوس امبروفمنت. طيب عملنا الكلام ده كله، وعملت ابجريد للناس، وعملت ابجريد للهاردوير، خلاص بقى ادخل بقى واقول ايه يلا ناخد شغل. لا، وده للاسف اللي بيعمل مشكله مع ناس كتير، شركات كتيره جدا جدا. اول حاجه يقوم عامل يطور الكمبيوترز اللي عنده، ويدي تريننج ريفت، ويعني الشركات اللي تبقى متطوره شويه او فاهم شويه يوم مدي تريننج بن، يعني تجيله كده شركة محترمة وفاهمة مفيش مشكلة تشرح له، وبعدين يلا باي باي ويمشوا. هو كده ما عملش اي حاجة، الراجل ده رمى فلوسه في الارض، لان هو ما قسمش الناس، ما بدأش يتعامل مع الناس هتشتغل ازاي، ما عملش بايلوت بروجكت.
هو انا اضمن منين ان الناس دي استوعبت الشغل مظبوط وما ينفعش تجرب في شغل الناس؟ يعني يا جماعة ما فيش شركة تجرب في حد، يعني الموضوع مش بالصورة دي. لازم يكون عندك بايلوت بروجكت. بايلوت بروجكت ده انت هتبدأ تستخدم التكنولوجي، الناس بعد ما تعمل لها ابجريد وتبدأ تشوف النتيجة بتاعتك. النتيجة يس هنكمل، نو لا هنرجع ونشوف مشكلتنا في ايه. مشكلتنا في ناس، نبدأ نشوف الناس دي ينفع يتعمل لهم ابديت، ولا الناس دي احنا محتاجين لهم نيو هايرز تساعدهم. هو السكه ماشيه كده لغايه لما نرجع تاني على البايلوت بروجكت. طيب عملناه ولقينا ان الريزلتس تمام، يس هنقوم عاملين ستاندرايزيشن للبروسيس، بمعنى نبدا نعمل المانيوالز بتاعتنا الكريتيكال. لو حصل عندنا كرايسيس هنحلها ازاي؟ الناس تبقى شايفه الستاندردز بتاعتها كويس، والستاندردز دي هنروح منها على الكونتينيوس امبروفمنت. ما ينفعش احط ستاندرد النهارده والاقي نفسي كمان 10 سنين بستخدم نفس الستاندرد، يبقى انا كده ما عملتش انبوت. كده انا ماشيه بنفس السيستم اللي من 10 سنين. وسيستم البيم مع اللين دايما فيهم تطور، فلو انت وقفت مكانك فانت كده حققت فيز 1 من الموضوع وعملت نجلكت للكونتينيوس امبروفمنت، فانت خسرت كل اللي جاي. كسبت في مرحله ولكن انت محتاج تكمل. كونتينيوس امبروفمنت دي دايما دايما مع كل مشروع ومع كل كيس بتبدا تعمل ابديت للستاندرد. فدايما الريليشن ما بين الستاندرد والناس مع السوفت وير فيها كونتينيوس امبروفمنت علشان نوصل للتوب بتاع الهرم، ان يكون ليرنينج اورجانيزيشن. ده كده على لو انا هتكلم على مستوى شركه، مش بتكلم على مستوى مشروع. الكلام ده ينفع نطبقه على مشروع، بمعنى ان انا عندي مشروع والمشروع ده شغال. هتكلم على الكيس دي، ده كان مشروع شغال. مشروع هو في ديزاين باكج وفي سايت شغال وفي مشاكل بقى كتير جدا. طيب المشاكل اللي موجودة دي مبدئيا هو ما كانش فيه ولا فيجن ولا فلسفي، وده اللي بيحصل في أغلب المشاريع اللي شغالة تراديشنال. هو ما عندوش فيجن معينة وما عندوش فلسفي ثابتة. فيبقى أنا في الحالة دي في المشروع ده وعندي مشكلة، لا إحنا هنطبق مبدأ stop to fix. هنوقف وهناخد decisions، كل البارتيز تكون involved، وهنحط فيجن واضحه وفلسفي واضحه ونكمل بسرعه لان احنا خلاص بقى عندنا بيز. طيب الورك فلو، انا دلوقتي لما يكون عندي موقع شغال وانا شغاله على الديزاين باكج لسه، ما ينفعش اتعامل مع المشروع بنفس الطريقه اللي اتعامل بيها مع مشروع لسه ما نزلش الموقع، بغض النظر عن الاكشن اللي تم ده صح او غلط، ولكن انت بتعمل كوركشن. فالكوركشن ده لازم تدرس الوضع الموجود. فممكن تبدا تقول والله لا انا مثلا هبدا اطلع الورك بالبارت، لا الانسب للمشروع ده اني اطلع بالدور، لا انا محتاجه اطلع الاوضه دي، محتاجه اطلع الجزء ده. هو ده ورك فلو. ببدا اشوف هعمل ده ازاي، وفي نفس الوقت ده هطلع منه بان لما استخدمت الورك فلو الفلاني كان فيه مشكله، ولما استخدمت ده كان فيه مشكلة. هيبدأ يرفلكت على الستاندرد بتاع المكان. الماتيريالز كنترول في الكيس ستادي دي كانت الماتيريالز حاجة بشعة جدا، ماتيريالز ناقصة في الموقع وماتيريالز زيادة وحاجات باظت. ف الماتيريالز كنترول بالطريقة اللي قلنا عليها، بدأنا اللي هم الفايف اس، بعمل سورتنج وبعمل ليبلنج وبعمل شايننج وبعمل ستاندرايزيشن. فبدأ يكون الماتيريالز ليها معاملة مختلفة، فبدأت أعمل كنترول على الماتيريال. الموقع بقى فعلا فيه الخامات اللي محتاجاها ومعايا سكادجول الخامات اللي هحتاجها الفترة الجاية، فبقى الماتيريال كنترول بقى موجود. طيب الورك لود، عندي تايم لاين للبروجكت، في نفس الوقت في ناس شغالة. ما ينفعش إن الورك لود والورك فلو الاتنين دول مع بعض،
لازم يكون في انتجريشن ما بينهم. ما ينفعش ان نقول للناس والله بصوا احنا عندنا عصابة بكرة فالناس كلها هتبات النهاردة عشان نطلع شغل بكرة. ده كده ما فيش بلاننج خالص. لكن لما اشوف الورك فلو والورك لود مع بعض هو ده اللي هيكون مظبوط. ديزاين باكج، الكيس بتاعت المشروع دي كان الديزاين باكج فيها لاج كبير جدا، ولكن الكلاينت ما استناش وبدأ. فانت ما عندكش ديزاين باكج، عندك ماتيريال مش عارف هي اصلا صح ولا لا، وعندك سايت ورك. فبقى لازم يتعمل سكادجولينج للديزاين باكج، يعني هنرجع تاني للورك فلو والورك لود مع بعض علشان تبدا تعمل ازاي تعمل كوركشن للمستيك دي. الكوردينيشن قبل ما كان المشروع يتطبق فيه السيستم ده كان الكوردينيشن بيتم في الموقع، انه اصلا ما عندوش باكج ديزاين، فهي الناس كانت بتتعامل باللي موجود. طيب لا، الموضوع بقى مختلف، بقينا محتاجين ان لا لو في جزء معين فاحنا الجزء ده بنظبط الورك لود مع الورك فلو مع الديزاين باكج بتاعته بالكوردينيشن فيطلع مظبوط. فانت تاني هتلاقي نفسك كل شويه بتعمل موديفاي للستاندرد، بتعمل موديفاي للورك لود بتاعك والورك فلو بتاعك. بدات تظهر مشاكل، فبدا تيم لا احنا هنشتغل زي ما كنا بنعمل قبل كده، ياخدوا ديسيجن سريع، وبعدين يجي كوركشن بيكلف فلوس كتير جدا ووقت كتير جدا. فلا بدانا نقول لا والله يا جماعه احنا هنستخدم الـ A3 analysis sheet. وفي الاوضه بتاعه الموقع بقى فيه ان احنا لا احنا لو في مشكله هنشوف البي دي سي اي ونبدا نشوف المشكله تتحل ازاي، نعمل بلاننج بي بي اي بلان دو تشيك اند اكت علشان لما قرار يتاخد يبقى الانفولفد بارتيز كلها موجوده والقرار يكون مظبوط. لما وصلنا للنقطه دي لقينا ان بقى ظهر بصوره قويه جدا مشكله الناس التيم، فبقيت محتاج تعمل تيم سيلكشن. ان مش فكره ان الناس التراديشنال ما هياش كويسه، ولكن الناس التراديشنال محتاجه تعمل ابديت، ابديت لطريقه شغلها، ابديت لطريقه ترتيبها. التيم سيلكشن ده تحت منه كمان الديسيجن ميكرز، طريقه تعامل الناس دي مع الكرايسيس، التيم هارموني. الاربعه دول كلهم دول الهيومن فاكتور، ان من غيرهم واحد من الكلام ده كله هينفع تتنفذ. في الاخر انت كبني ادم انت اللي بتحط الفيجن، انت اللي بتحط الفلسفي، انت اللي بتحدد الورك فلو، حتى كتكنولوجي انت اللي بتستخدمها. فما ينفعش خالص خالص تنجلكت الهيومن فاكتور في الموضوع ده. كده بريف سريع لو شركه هتعمل ترانزيشن او هنعمل ترانزيشن في مشروع. الانفورميشن دايما دايما من البرزنتيشنز ما بتكونش كافيه، القرايه مهمه جدا، وقرايه الكيس ستاديز دي بتفاصيل اكتر هتفيد اكتر، لان الانفورميشن هتبقى اكتر. واتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده، ولو حد عنده اي سؤال. لو في اي حد عنده اي سؤال يا جماعه ممكن يعمل ريز هاند. ممكن حضرتك تفتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني اولا هو انا الصوت عندي مش سامع حاجه، فده عندي بس ولا عند كله؟ بعدين حضرتك ممكن بس الصوت لان الصوت مش واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكري وعلى عرضك المميز يا باشمهندسه ساره، اسال الله لك التوفيق ومزيد من النجاح. بصراحه سيمفونيه مبدعه
من هذا الجهد المبذول والواضح منظم ومنسق ومنمق، ويدل على يعني سنك صغير ده كان خبرة كبيرة واضح في المجال، ربنا يوفقك ويسهل لك أمرك، واسمك على اسم بنتي فربنا يوفقك إن شاء الله، ربنا يسعدك ومزيدا من النجاح. شكرا جدا لك، الله يكرمك. الله يكرمك، تفضلي ربنا يكرمك. السلام عليكم. والبشمهندس محمد بيسأل بيقول هل في أي شركة داخل مصر عملت كيس استادي على الموضوع ده؟ هو للأسف في مصر أنا ما أعرفش، لأن أنا لسه راجع مصر قريب، فللأسف كشركة نفذت الكلام ده في مصر أنا مش عارفة. ولكن هو بلاش نقول إن في مصر أو في مثلا في دولة عربية أو دولة أجنبية، لأن هو السيستم دلوقتي بقى موجود في العالم كله. ولو هنتكلم على مصر بكيس محدده، فاوريدي احنا بدا يتفرد البيم، بدا ينزل فيه كود للبيم، شغل العاصمه كله موجود، في شركات كتير معروفه عنها ان هي بتشتغل بيم بطريقه محترمه، بتبدا دايما تطور من نفسها. فطبعا في شركات في مصر، بس انا مش عايزه اقول شركات بعينها او باسامي بعينها، لان ما بقاليش كتير هنا موجود. بس المستقبل هو ده، وإلا ما كانتش الدولة تتجه لحاجة زي كده، ما كانش بقى فيه بيم كود، ما كانش بقى فيه الشراكات اللي موجودة دلوقتي في نقابة المهندسين عشان تبدأ تطور المهندسين اللي موجودين. وجهة نظري أنا، المشكلة اللي موجودة دلوقتي في التطوير هي الطلبة اللي موجودة في الجامعة، لأن للأسف طلبة الجامعة بتتخرج فعلا فعلا في جاب كبير جدا ما بينهم وما بين سوق العمل. فعلى الماركت وايز في شركات في مصر وفي شركات ماشية بخطوات كويسة جدا، ولكن هو المشكلة في الجيل الجديد اللي طالع. لازم التعليم يحصل فيه تطوير بحيث ان الناس الطلبة دي تخرج اتليست يكون عندها البيز، فتقدر تدخل المجال بصورة افضل وتبدأ تنتج، ما نبقاش دايما متأخرين. هو في باشمهندس بيقول هو هل شهادة اللين بتنطلب، يعني هل ممكن يكون الشخص سيرتيفايد بحاجة زي للبيم بتطلب زي البيم بي للين؟ لا، هو مفيش حاجه كده، غير انك مثلا لو انت اخذت كورس في مكان، يعني مثلا مش هتبقى زي اللي جي اي سيرتيفايد او اللي دي اي بي سيرتيفايد، او مثلا زي الشهادات الار اي سي اس بتديها كمثلا انك سيرتيفايد بمانجر او تبع البريتش ستاندرد، وارد يكون في، انا ما اعرفش عنها حاجه. بس هي الفكره انك العلم دايما مش هيثبته الشهاده، يعني الشركات، واكبر دليل على كده ناس كتيره جدا جدا تيجي على اساس ان هي هتشتغل في المكان، على ان هو هيشتغل مثلا ريفت موديلر بغض النظر عن اي ديسيبلين، ومعاه هو سيرتيفايد بروفيشنال. تيجي تعمل له التست بقى براكتيكال من شغلك في المكان، للاسف يفشل في التست. طب ده ليه؟ هو اتعلم سوفت وير كويس، وتعلم يعرف يدخل الامتحان، وممكن يكون دخل الامتحان مره واثنين وثلاثه لغايه لما نجح، مش بقلل من شأنه، ولكن هو ما عندوش الاكسبيرينس بتاعه الموضوع. فهي دايما الشهادات مش بترفلكت، ده وجهه نظري انا، ممكن الشهاده مهمه وكل حاجه، ولكن هي مش بترفلكت ان الشخص ده 100% بالصوره دي. كون بقى شركه بتطلب شهادات معينه او كده، دي سياسه شركات. بس يعني من الصعب جدا جدا ان تلاقي شركه بتطلب منك انا عايزك تكون معاك شهاده تثبت انك بتفهم لين، لان الشركه نفسها لو هي فاهمه لين في الانترفيو هيتكلم معاك وهيبدا يفهم منك انت ماتشنج مع الفيجن بتاعته ولا لا، هتقدر تعمله الابجريد ده ولا لا، هتبدا تتعامل مع الكرايسيس ولا لا، وده اللي هيوضح. دي الحاجه البراكتيكال. لكن ان حد يكون طالب مثلا شهاده بي ام بي بصوره معينه او الكلام ده كله،
دي بتبقى كل شركة ليها الريستريكشنز بتاعتها. باشمهندس احمد سعيد او سعد، اتفضل يا باشمهندس ممكن تفتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا باشمهندس والله، وربنا يزيدك من علمه يا رب. وبنشكر حضرتك اولا على المحاضره القيمه ديت وعلى مدار الثلاث محاضرات اللي فاتوا. جزاك الله خير. وفضلا بس دلوقتي حضرتك اخر تو سلايد، يعني انا شايف انهم الصراحه مهمين جدا. فحضرتك ما شاء الله حطيتي شكل الفلو شارت، او خلينا نقول يعني شكل فلو شارت لاي كومباني عايزه تطبق البيم مع اللين، والصراحه ما شاء الله واضح جدا. حضرتك كنت موفقه جدا في وضعه وفهمه الصراحه كان سلس جدا معاكي. تمام، معلش بقى هستأذنك في لو انا بقى في بروجكت وهطبق الكلام ده اللي هو في اخر سلايد تحديدا اللي حضرتك شرحتيها، لو تقدري توصلها لي بشكل فلو شارت كده او تبسطها لي بشكل اخر بحيث يبقى الموضوع سلس معايا، مثلا زي الورك فلو والورك لود، ازاي حضرتك تقدري تربطها لي كده بشكل فلو شارت او يمشي السنكرونايزيشن بتاعها يمشي ازاي معايا؟ هقول لك على حاجه، احنا في الحاله بنستخدم نفس الفلو شارت بتاع الشركه ولكن أيوة. اكشن على المشروع، بمعنى تمام اول خطوه خالص هنا كانت موجوده انك بتحدد الفيجن والفلسفي. تمام. طيب ده لا، لما كنت شركه كنت بحدد فيجن الشركه وفلسفي الشركه. طيب انا دلوقتي في مشروع، ما دام انا في مشروع وارد جدا جدا ان احنا نكون متاخرين على ان احنا نعمل البروجكت جولز والبروجكت ايم ونعمل له بلاننج، وقتها الكلام ده مش هينفع. ولكن بريف لازم احدد الفيجن والفلسفي بتاعتي للي جاي، خلاص اللي عدى عدى، انا في نص مشروع مش هينفع اهده، فانا لازم احدد الفيجن والفلسفي بتاعتي للي جاي مش للي عدى. فانا زي مثلا انت مشروع، فانت عندك دلوقتي الفيجن بتاعتك انك لازم هتعمل كوركشن للحاجات اللي حصل لها كونستراكشن غلط، وفي نفس الوقت حط فلسفي انك مش هتبني حاجه غلط تاني، انك هتبني ظبط الورك لود والورك فلو علشان ما تحصلش عندك نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده. طيب انت كده حددت الفيجن والفلسفي بتاعتك. تمام. هتبقى للبارالل تاسك ممكن تكون مش محتاج ابجريد للهاردوير. في الحاله دي ابجريد الهاردوير هتتبدل بالماتيريال كنترول لانك شغال في سايت. طيب الماتيريال كنترول هعمل لها ازاي؟ حد هيجي هيعمل ارنجمنت للماتيريال اللي موجوده ويعمل لها ليبلنج ويبقى معايا ليست بالماتيريال اللي موجوده كلها. اوكي. الناس هتكون بتعمل اناليسز للمشروع، يشوف الكونستراكشن سكادجول بتاعهم واصل لغايه فين والمفروض احنا مكملين لغايه فين، ويحطوا البلاننج. البلاننج ده يسمى على الورك لود وعلى الورك فلو، ويطلع منه جداول الماتيريال اللي منها تربط بالماتيريال كنترول. تمام. هنبدأ نروح لأناليسز للناس عشان برودكشن لا هو إحنا برضو هنعمل أناليسز للناس، بس عشان نبدأ نشوف إحنا علشان نمشي بالورك فلو ده مظبوط والورك لود ده مظبوط، والله إحنا محتاجين الديزاين تيم مثلا بتاعنا يزيد 2، محتاجين الناس تعمل انسبكشن يزيد 1، والله عندنا شورتج مثلا في الناس اللي بتشتغل مثلا النجارة عندنا فيها مشكلة، أو مثلا إحنا دايما متأخرين بسبب الناس بتوع الحديد. تبدا تشوف عندك شورتج الايه اناليسز للموقع بتاعك، وتبدا تعمل يا اما نيو هايرز ابديت للناس اللي موجوده، او تستعين بتيم زياده نيو هايرز. عملت ده كله وبدات الحاله دي، احنا مش هنروح للبايلوت بروجكت، لا احنا بنروح لاول سامبل اتنفذت بعد ما حطينا الكلام ده. يعني زي مثلا عندك زي مثلا هتسلم بارت ايه من المشروع مثلا، فانت ظبطت الكلام ده كله وطلعت بارت ايه. بارت ايه بعد ما يطلع يتعمل له اناليسز، هل احنا كده عدلنا ووصلنا للتارجت بتاعنا؟ وصلنا، ثبت الطريقه دي واعمل لها موديفيكيشن. ما وصلنا نعمل لها اناليسز. احنا ما وصلناش ليه؟ عشان مثلا والله لغايه دلوقتي عندنا مشاكل في الماتيريال، يبقى نحل مشكله الماتيريال. والله احنا جبنا ناس بس الناس دي عملت الشغل غلط، يبقى انت كده اخترت ناس غلط. الكاتيجوري الناس اللي انت جبته ده مش مظبوط، فتحتاج ترجع تاني لغايه لما هتلاقي نفسك. ممكن في الاول بتبقى
الموضوع صعب، لكن بعدها بيمشي على طول خلاص، بيبقى عندك ستاندرد وبقت المشاكل شبه مكررة لأنك خلاص بتعرف الحلول. أصبحت عارفها فأقدر أطبقها في المشروع التاني، إن أنا أتجنب الموضوع ده من الأول وحاطط التنظيم بتاعي صح والفلو شارت بتاعي ماشي بالستاندرد ثابت. بالظبط كده. تمام، تسلمي، شكرا، شكرا جزيلا ليك، والله كده واضحة بكتير، شكرا. باشمهندس سلامة، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. لو سمحت، انا كنت طالب لسه بدرس، بس كنت مهتم بالموضوع جدا، يعني موضوع البيم، وممكن في مشروع عندنا في الكليه فممكن اخش فيه بيتناول البيم واداره المشروع والحاجات دي. انا كنت بسال بس يعني سؤالي بخصوص المجالات المفتوحه بالنسبه للبيم في مصر او بره، يعني ايه المجالات المفتوحه، وهل هي بيبقى لها شكل واضح جدا في الموقع وتاثير جدا، ولا هو موضوع مجرد ارتقاء بس مستوى التعامل وشخصيه واداره، ولا يبقى لها مجال وطلب كتير؟ ده كان سؤال من ضمن اسئله كتير. السؤال الثاني، يعني ازاي معايا كورس، في بيبقى في كورسات كتير، يعني ايه الطريق اللي اخده عشان افهم ده، او هل يحتاج كورسات قبل كده اتعلمها خارجيه، مثلا ريفت، كات، ساب، ولا هو ممكن اتعلمه من غير بدون الحاجات ديت ولا لا؟ طيب، هو مبدئيا هو البيم هيكون هو المستقبل، وزيادة عليه إنك هتستخدم طرق مانجمنت مختلفة علشان تاخد أكبر فايدة من البيم، فهو المستقبل. وهيجي وقت زي مثلا ما أنت دلوقتي مهما كان الشخص شاطر وبيعرف يرسم اللوح بإيده كتودي دروينجز مثلا، خلاص أنت دلوقتي عمرك ما في مكان لشخص. نفس الكلام هيجي علينا وقت الناس كلها الأمر الطبيعي بتاعها إن هي بتشتغل، ممكن نقول إن الناس هتقعد فترة بتتعامل على إن البيم من برسبكتيف الريفت، من برسبكتيف 3D موديلينج، ممكن نقعد فترة على كده لغاية لما الترانزيشن يحصل كامل. فده مهم. مظبوط، عندك حاجتين محتاج تتعلمهم، محتاج تتعلم جزء التكنولوجي، وجزء التكنولوجي ده الريفت بغض النظر عن which version يعني أو which category discipline، يعني بغض النظر أنت مثلا architecture, structure, MEP بتتعلمه، وبتتعلم كام software، يعني خلينا نقول technology ككل مش شرط Revit، Navisworks, Tekla بقى سأب، يعني البرامج اللي related بمنظومة البرامج ده كده جزء التكنولوجي. عشان تتعلم البرامج دي اما بتروح تاخد كورس، بس تختار مكان محترم يبقى بيعلم فعلا، وبعد ما بيعلم بيخليك تعمل بايلوت بروجكت، فمش بيرمي لك كلمتين وتنساهم. ده كده جزء التكنولوجي. في جزء انك تبقى فاهم المنظومه كامله، تفهم المنظومه كامله دي. في اماكن بتقدم طبعا كورسات بالطريقه دي، لكن انا عن نفسي ما اعرفش مكان بعينه، بس في اكيد ناس بتعرف تقدم الحاجات دي. وفي حاجات انك ممكن تكون اونلاين وفور فري تتعلمها. هتاخد المعلومة ازاي دي مش مهمة، بس المعلومة لازم يكون لها ريفرنس. يعني لو رحت اتعلمت في مكان، شوف اللي هيدرس لك الكلام ده في المكان الباك جراوند بتاعته ايه والريفرنس بتاعه ايه، والكلام نفسه اللي بيتشرح لك الريفرنس بتاع الكلام ده ايه. هتقرا خلاص، انت اوريدي اي كتاب بتقراه بيبقى ليه سايتيشن، وبيبقى معروف ان الكلام ده فعلا ما هوش كلام لو كلام حد بيقول كلام وخلاص، لا، الكلام ده ليه ريفرنس، والكلام ده مفهوم بصورة مظبوطة. بتشوف فيديوز او بتشوف كورسز زي اللي بتكون مثلا موجودة على بام عربية، اوريدي بتبقى عارف ان الكلام ده الريفرنس بتاعه ايه ككلام موجود قدامك، وبتبقى عارف الباك جراوند بتاعت الشخص اللي موجود ايه. في ناس بتبقى ما شاء الله خبرتها العملية قوية جدا، يبدأ ينقل لك خبرة سنين انت لسه ما عارفش. في حد بيعمل لك ميرج ما بين practical. فانت دايما دايما المعلومه دور على الريفرنس بتاعها بغض النظر هتجيبها منين، هتقرا، هتشوف فيديو. التريننج البراكتيكال ده من الحاجات المهمه جدا جدا. انزل شركات، انزل تريننج، ما تبصش قوي للفايده الماديه من الموضوع، بص للفايده العمليه، وانك تكون بتتعلم وتختار المكان اللي فعلا بيعلم.
يعني ربنا يوفقك وتلاقي فرصة في مكان حتى لو تريننج، ولكن المكان يكون شغال مظبوط، فلما يكون شغال مظبوط هتتعلم مظبوط. بس طب بالنسبة بس للمجال ككل، يعني ممكن يخش معايا في مجال التنفيذ ولا هو مجال تصميم بس؟ يعني إدارة مشروعات أو حاجة تدخله في التصميم في التنفيذ وإدارة المشروع والأول وقت والفترة الزمنية لكل حاجة، ولا هو بيرتبط بس بالتصميم؟ لا طبعا، هو البروسيس كمان مش بس تصميم. واحنا حتى في السيشن اول سيشن خالص قلنا احنا بنطبق أنا آسف بس معلش، أنا أول مرة أخش، فعشان ممكن يكون في بعض المعلومات حضرتك قلتيها بس ما يكونش عندي خلفية بقى عشان أول مرة أخش، فآسف لحضرتك يعني لو بتعيدي كلام أو حاجة. لا لا خالص، مفيش مشكلة خالص. شوف، هو البيم منظومة اتعملت عشان البروجكت ككل، من أول ما يكون لسه فكرة لغاية لما يكون هيتعمله تجديد مرة تانية. يعني انت هتعدي بديزاين، هتعدي بكونستراكشن، هتعدي بفاسيليتي مانجمنت، هتعدي باللايف سايكل بتاعت المشروع كله، لغاية لما توصل لحاجة من اتنين: يا هتهد المشروع فتبدأ تشوف انت هتتعامل معاه ازاي، يا اما هتعمله تجديد رينوفيشن. مرحلة الديزاين مش هو ده المشروع، ولا الكونستراكشن مشروع، ولا الفاسيليتي مانجمنت هي المشروع. هو المشروع ككل، كل اللايف ستيج بتاعته. سمعك في أي أسئلة ثانية؟ جزاكم الله خيرا دكتورة سارة. أي حد عنده أي سؤال ممكن يعمل ريز هاند يا جماعة ونفتح له الصوت. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا باشمهندس، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو انا بس كنت يعني اللي فهمته من كلام حضرتك مبدئيا، شكرا جدا. ثانيا انا فاهمه دلوقتي ان البام هو تكنولوجي بشتغل بيها على سوفت وير معينه زي اللي احنا اتكلمنا عليها. اللين حساها اكتر يعني زي ما حضرتك قلتي مثلا في الكيس ستودي الثانيه ان هم استخدموا اللين في المانجمنت على حاجات 2D مش حاجة 3D. فهل اللين عبارة عن مثلا حاجات نظري بحاول أطبقها في مثلا في إدارة مشروع كامل، ولا هي عبارة برضو عن تكنولوجي بدخلها على سوفت وير معين وأشتغل بيها شبه البام كده؟ طيب هقولي، مبدئيا البام هو جزء منه التكنولوجي، ولكن البام هو البروسيس كامل، فهو جزء بس منه هو جزء التكنولوجي، لكن البام لازم يكون متقاس كبروسيس كلها على بعضها. اللين بيتعامل مع البروسيس، ولكنه التكنولوجي ما بيديكيش سوفت وير معين وبيقولك استخدميه، لكنه بيتحكم في طريقه ادارتك. زي مثلا الناس اللي دارسه بروجكت مانجمنت بتبدا تقولك والله دكتور مش سامع حضرتك، هو الصوت قطع. طيب هو عندها بس ولا في مشكله عندي؟ الصوت تمام بس الكونكشن عندها يبقى كويس. طيب انا هقول لك تاني، صوت المره دي ما يقطعش. تاني، البيم هو مش تكنولوجي بس، هو البيم بروسيس كامله على بعضها، جزء منها هو التكنولوجي. والبيم بستخدمه علشان اعمل مانجمنت كامل مظبوط للبروجكت لايف سايكل باستخدام تكنولوجي بتساعدني عشان اوصل للنتائج اللي انا عايزاها. ده بكل بساطه. طيب هل البيم لوحده كافي؟ انا استخدمه لوحده، ولكن في طرق تانية كمانجمنت لما بيدخل ويتعمل لها ميرج مع البيم بتطلع نتائج كويسة، من ضمنها ان انا اقدر استخدم اللين بروجكت مانجمنت، فبعمل انهانسمنت لطريقة المانجمنت بتاعت البيم فاطلع نتائج احسن. ده معناه ان انا في مشاريع اقدر استخدم فيها البيم لوحده، فبستخدم طريقة المانجمنت بتاعت البيم والطريقة المتدارك المتعرف عليها، وبستخدم التولز بتاعت البيم اللي هي جزء التكنولوجي، وبطلع البروجكت وبطلع نتائج كويسة جدا. اللين
واقدر اخد منه نتائج عمل مرج طريقه المانجمنت، واستخدمت جزء التكنولوجي اللي موجود في البم، هبدا اطلع نتائج احسن من ان ده يتطبق لوحده ومن ان ده يتطبق لوحده. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب في حد عنده أسئلة؟ ايوه اتفضل. عشان دكتور كنت بسألك بس على آخر حاجة، بالنسبة للريفرنس بس لحاجة معتمدة أو ذو قيمة، مثلا حاجة تقدر تنقل مثلا كورس أو حاجة لها لها مصادر ومعتمدة مثلا في البيم. هو اوريدي دلوقتي بقى يعني الحاجات اللي موجودة على أوتوديسك يونيفرسيتي دي كلها حاجات كويسة جدا، لندا كويسة جدا، انفينيت سكيلز موجودة جدا، وبعدين دلوقتي على بيم أريبيا الكورس قعدت في الفترة بتاعت الكوفيد دي. الصوت بيقطع. الصوت بيقطع. الصوت. ألو؟ أيوة. ثواني بس مش هنصر الصوت بيقطع وارجع تاني. تمام ماشي. طيب ما حاسس بس ينسى يملى اللي سجل حضور. طيب تقريبا هو بالنسبة لي أول مرة أحضر، ممكن أسجل ولا سجل ونشوف الموضوع ده حاضر. تمام ماشي. تمام أسمع. هو تقريبا النت قطع عند مهندس سارة. تمام. هو على ما احنا خلصنا المحاضرات لو هي رجعت هنبدأ. أتمنى يكون الموضوع واضح، وشكرا أستاذنا الفاضل النادر واللانين. عشان نستر مش هنصر. هل تسمعني؟ ايوه كده الصوت رجع. تمام الحمد لله. فبقولك حاجه مثلا زي الار اي سي اس دي من الاماكن المعترف بيها وكويسه جدا. طبعا في ناس بتحب تتعمق في الموضوع اكتر في سكه بقى الاكاديميك يعني ماسترز وبي اتش دي، ده كمان اوكي بغض النظر عن المعلومه هتجيبها منين، بس تاخدها من مصدر موثوق منه زي الحاجات اللي قلت لك عليها. وارد ان يكون في حاجات اكتر انا مش على يعني مش على علم بيها، بس وانس ان اوصل لحاجه ابقى عارفاها ممكن اعمل لها شير باذن الله. جزاكم الله كل خير، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في رساله الدكتوراه، وربنا يسعدك دايما يا دكتوره باذن الله، ويجعل لك نصيب من الاسم باذن الله. الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. في اي حد عنده اسئله قبل ما نختم؟ هو في مهندس نادر ابو العين بيشكر حضرتك وبدالك بالصحة والعافية، وربنا يسعدك دائما بإذن الله. اللهم آمين. جزا الله كل خير. تمام. ألف شكر حضرتك، وعجز عن الشكر يا أستاذ من فضل، ونسمع عنك كل خير بإذن الله. الله يكرمك. مع السلامة. عليكم السلام.